ازاي مصر بتكون وجهة جاذبة للمستثمر الأجنبي في هذا المجال تحديدا، وايه اللي بتكون القواعد الأساسية في الشراكة في عمليات التنقيب والاكتشاف؟ هو ده سؤال قوي. انا عشان اروح اشتغل في مكان يبقى لازم اضمن الاستثمارات بتاعتي، تمام، ان انا اشتغل واخد حقي، ان انا اروح في مكان يكون هو مجهز الاماكن الخلفيه، ان فين الاحتماليات لوجود البترول او الغاز لازم تكون متوفر. فاحنا بعد 2013 و2014 اصبح في قاعده بيانات للاحتماليات للآبار للغاز والبترول اللي موجودين داخل جمهورية مصر العربية. أدي حاجة. لو هو هيكتشف في البحر، فإحنا تم ترسيم الحدود في البحر الأبيض المتوسط. فإذا هو لما بيجي يشتغل بيشتغل في مكان آمن، معروف إن دي حدود البلد اللي يشتغل فيها. طيب لو اشتغل في البحر، هل في قوة تأمنه وتضمن حمايته إن هو بيشتغل؟ القوى البحرية ازدادت من بعد 2013 و14، فأصبح في حماية بحرية لأي واحد بيشتغل في البحر، بالإضافة إن لو اشتغل في على البر أوفشور هيبقى موجود الحماية بتاعته. فإذا القواعد الرئيسية استثمارات مؤمنة، استثمارات مؤمنة سواء بقى في البحر أو في البر، إن هو بيضمن إن هو ياخد فلوسه، إن المكان مستقر في أمان، إن كمان في قاعدة بيانات ما بيبذلش مجهود كبير ولا بيخسر فلوس كتير في ان هو يعمل تنقيب، ولكن هي الاماكن معروفه في الداتا بيز موجوده، بيروح تقريبا على هذا المكان. طيب عظيم جدا دكتور، زي ما حضرتك ذكرت في 6 شركات عملاقه بتتعاون مع مصر في مجال الطاقه، ومن اكبرهم طبعا شركه اباتشي باذرعها المختلفه المنتشره في كل المحافظات. نتيجه هذا التعاون ايه فهم؟ نتيجه هذا التعاون هو هيبقى في ازدياد في استكشافات البترول والغاز داخل جمهورية مصر العربية. وخد بال حضرتك، شركة أباتشي يعني لو هي بتشتغل معانا بنسبة، الفترة اللي جاية هتشتغل بنسبة أعلى، لأن احنا بنبص هي جاية منين. هي جاية من أمريكا. شوف القاعدة الرئيسية في أمريكا حاليا إيه. القاعدة أيام ترامب تختلف عن بايدن. ليه؟ أيام ترامب كان بيشجع الشركات الأمريكية إنها تشتغل داخل أمريكا وتنتج للبترول. لما مسك ترامب قال ان الاساس اللي حطه ترامب ان البترول هينفذ في امريكا او هيبتدي يقل جامد في 2045، فبدا يقلل من انتاجيه استخراج البترول داخل امريكا علشان يمتد الى بعد 45، يوصل ل 50 او 55. فبالتالي اول ما ترامب مسك وقف شركات البترول والغى التعاقدات على الاراضي الفيدراليه، فبعض الشركات بدأت تخرج بره أمريكا. النائبة بتاعته اللي هي بتتكلم نفس المنهج بل أشد في هذا المنوال. فإذا كل الشركات الأمريكية دلوقتي بتبحث على فين الاستثمار، والمكان اللي فيه استثمار يزداد فيه الاستثمار. هو المفروض النسب بتبقى محددة للاستفادة للطرفين في العقد؟ يعني الشركة الأجنبية ليها نسب قد إيه في عمليات التنقيب صحيح. والبلد اللي فيها التنقيب نفسه؟ مظبوط، العقد شريعة المتعاقدين. احنا بنشتغل إزاي؟ أنا إمكانياتي كدولة، هل أنا هساعدك بفلوس؟ هل أنا جايبك تشتغل تنقب بفلوسي ولا أنت جاي بفلوسك؟ والنسب اللي هتطلع بدي شكل إيه؟ فدي بتختلف من مكان لمكان ومن بلد لبلد. إيه المتبع عادة؟ ملهاش قاعدة. القاعدة بتاع يعني أنا لو دولة غنية وبجيب شركة أجنبية تنقب عندي، أنا اللي بدفع لها الفلوس فنسبتها قليلة، إنما أنا لو ما عنديش فلوس وبجيب شركة هي بيبقى لها النسبة أكتر، لأن هي دافعة أكتر مني. فهي بتبقى نسبة وتناسب، وبتبقى اتفاقيات بينهم وبين بعض. طيب، وطبعا على المدى الطويل ونتيجة الإنتاج. طيب ده عظيم جدا.